اللجنة العليا للأخوة الإنسانية عملت دعوة لكل الناس في كل مكان في العالم إنهم يصلوا ويدعوا في نفس اليوم، يوم 14 مايو اللي جاي. أتمنى من كل قلبي إن كل الناس في كل العالم يصلوا ويدعوا يوم الخميس اللي جاي 14 مايو. الصلاة من أجل الإنسانية يوم 14 مايو. في اليوم ده هنتوجه جميعا على اختلاف أدياننا وثقافتنا، هنتوجه بالدعاء لربنا سبحانه وتعالى بأنه يرفع عننا البلاء والابتلاء. حابب أدعو كل أصدقائي وكل الناس أنها تشارك معانا يوم 14 مايو، علشان كلنا نصلي من أجل الإنسانية، كلنا أيا كانت جنسيتنا أو ديننا. يلا بينا نصلي من أجل الإنسانية. بدعو كل أصدقائي للصلاة من أجل رفع الوباء يوم 14 مايو، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن ترفع أصواتنا للسماء حتى نعود مرة أخرى أن نعيش في محبة وأخوة وإنسانية. صلوا من أجل رفع الوباء، صلوا من أجل الإنسانية.